دكتورة أمال عبدالله الترهوني رئيس ملتقى استراتيجيات تطوير قطاع الصحة، أول يوم للفعاليات العلمية المصاحبة الموجودة بهذا الملتقى، بحضور شرفنا بحضورها السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية والسيد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف، مدير عام جهاز تطوير الخدمات العلاجية، العديد من السفراء ومدراء الإدارات، كان بحضور الشركة القابضة للاتصالات، سيدة وكيلة وزارة التعليم الدكتورة مسعود الأسود. نقدم الشكر لكل من لبن الدعوة وحضر من مؤسسات وإدارات ومدراء مستشفيات لهذا الملتقى، العديد من ورش العمل والمحاضرات العلمية، كذلك يصاحب الملتقى عدد من المؤتمرات والمبادرات، على رأسهم مؤتمر الخامس للبحوث الطبية كلية الطب البشري طرابلس اللي حتبدأ فعاليتها غدا بإذن الله بيوم زاخم، وفيه العديد من المحاضرات الهامة، والمؤتمر الطوارئ الصدرية للجمعية الليبية للصدرية. كل هذه الأحداث هتكون في قاعة طريق السكة من الساعة 8 صباحا إلى 6 مساء، مع استمرار مبادرة الخبرات تبادل الخبرات المحلية والدولية للأطباء الزوار في إجراء العمليات داخل المستشفيات، لنوجه الشكر لكل المستشفيات اللي احتضنت هذا الحدث بدعم وتعاون من جهاز تطوير الخدمات العلاجية وجهاز الإمداد الطبي. فاطمة سعيد البكوش، أخصائية مكافحة عدوى وعضو للجنة العلمية وعضو اللجنة ورئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الدولي لاستراتيجيات لتطوير استراتيجيات الصحة لسنة 2022. الملتقى طبعا ضم 3 فعاليات، وكانت الفكرة متاعه ان احنا تزامن مع انطلاق المبادرة متاع توطين العلاج بالداخل برعاية جهاز دعم وتطوير العلاج بالداخل، أقيمت مجموعة من العمليات الدقيقة جدا والنادرة، العمليات في جراحة العظام، العمليات في جراحة القلب، والعمليات في جراحة العيون في مستشفيات ليبيا، في المستشفى الجامعي وفي المستشفى أعتقد الخضراء. الملتقى ضم مجموعة من الخبرات الدولية، مجموعة من الخبرات المحلية والعربية. كان طبعا نحكي لكم توا، هو اليوم الأول كان فيه نخبة كبيرة من علماء الطب في ليبيا، استعرضت العمليات اللي اندارت